حصاد رائع، حصاد جميل، 6 ميداليات فعلا رفعوا راس مصر اكيد. واحنا بنكرم ابطالنا اللي حققوا اسم مصر عالي في كل العالم، لابد بس نقف وقفه واحده بس مع نفسنا، واحنا في اعلى نقطه لازم نحاسب احسن ما نكون عندنا اخفاق. يعني ايه نحاسب؟ نحاسب كل واحد مش قصر، كل واحد ما اداش دوره، كل واحد ما اداش اللي عليه، لان بلدنا تستاهل كانت بدريات اكتر. في لعيبه قربت ان هو تخش سيمي فاينال، ممكن يكون التقصير ده من اي اتجاه. عايزين نعمل كشف حساب لنفسنا، كشف حساب اللي احنا بنعمله ده، علشان في باريس نلاقي عندنا اكتر من 10 او 12 ميداليه. مهم جدا 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 ان النهارده هنخطط ايه كمان 3 سنين، هنخطط الابطال دول هيعملوا ايه كمان 3 سنين. عايزين نبقى زي كل بلاد العالم تقريبا عارفين هنجيب كام ميداليه. يعني لما نطبق المبدا ده لكل الناس، لكل مسؤول، في مبدا اسمه الثواب والعقاب، لازم نطبقه علشان بجد نتقدم لقدام. عايزين زي اي دوله في العالم بتقول انا رايح اعمل 12 13 20 30 ميداليه ايا كان، نفسنا نحس ده في مصر، مصرنا الحبيبه اللي احنا كلنا بنحبها، اللي فعلا كلنا بنفتخر ان احنا مصريين، لان اولادنا اللي حققوا دول حطوا علم مصر في اعلى منصه تتويج في العالم. وده يا ريت بجد يكون دائما وابدا الميداليات دي هي اللي تدينا الدافع لبكره والامل لبكره ان احنا نقدر نحقق ميداليات اكتر لمصر. لازم الابطال دي في رساله مهمه اكيد سياده الرئيس اداها لهم. هنقف وقفه مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لازم بجد لازم نرجع ونقول ان البنيه الاساسيه اللي حصلت في مصر من المجال الرياضي، وكمان كم الفرحه اللي هو بيفرحها معانا، وكم التكريمات اللي هو بيكرمها، وكم التكريمات اللي هو بيكرمها لكل ابطالنا، صدقوني رساله مهمه للشباب المصري. اللي هيجتهد هنضرب له تعظيم سلام، وكمان هيتكرم باعلى تكريم في البلد من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. صدقوني انا لعبت رياضه وعارف يعني ايه اللعيب يتكرم، وعارف يعني ايه اللعيب حاسس بايه. احنا بجد في اعلى نقطه رياضه في مصر، من امكانيات، من كل وسائل اللي احنا طالبينها المساعده موجوده. زي ما احنا شايفين قدامنا نجمتنا الكبيره جيانا فاروق اللي اتظلمت في الدور قبل النهائي، اتظلمت بجد، اتظلمت كلنا عارفين كده، لكن في الاخر بطله وتعظيم سلام ليها هي وكل ابطالنا. إذا كانت جيانا، إذا كان أحمد الجندي، يا أحمد الجندي، أحمد الجندي بصوا يا جماعة لازم تعرفوا الحكاية دي. حكاية أحمد الجندي وفضية الخماسي، بص ده اللي صنع المستحيل. اللي صنع المستحيل بجد أحمد الجندي، بمعنى إن الراجل ده بعد 3 سباقات في الخماسي كان رقم 13، طالع بينه وبين الأول في الجري والرماية 55 ثانية. 55 ثانية على 3200 متر اسمهم، مستحيل مستحيل أحمد الجندي عمل المستحيل، مستحيل يحقق مركز تاني. لكن صدقوني بإرادة المصريين وإرادته وتعبه وتعب السنين اللي تعبه قدر يحقق أعظم ميدالية. صدقوني كل ميداليات ده حلو، لكن الميدالية دي ميدالية مختلفة، عمل وصنع تاريخ، ويعني واجه صعوبات جامدة جدا، لكن قدر بتحدي عالي جدا وإرادة كانت مهمة جدا عند أحمد الجندي إن هو يحقق فضية الخماسي الحديث، وهو بطل من أبطال العالم في ريال. وما أدراك ما في ريال أشرف، بطلة الكاراتيه ونجمتنا الكبيرة. ده أحلى يعني، ده كانت آخر ميدالية لينا، وكان أحلى ختام للبطولة. كل مصر من أول يوم إحنا فين ميداليات الذهب، بس جت في ريال أشرف في آخر يوم بجد، وأمتعتنا وأسعدتنا، وأكيد شفنا الفرحة الحلوة اللي قدامنا في استقبال كل أبطالنا. أبطالنا اللي شرفونا استقبلناهم استقبال كبير جدا. صدقوني كنت سعيد جدا وإحنا بنستقبلهم في أتوبيسات مكشوفة، واتفرجت عليهم في الشوارع وهم مبسوطين، والشعب المصري كمان فرحان. أكيد كل ده الاستقبالات الكبيرة وفرحة الشعب بيعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة المصرية، وأكيد بكل رياضيين، وأكيد بكل رياضيين، وأكيد
في مكالمة تليفون حصلت من سيادة الرئيس مع والدة فريال وباباها، مع والد ووالدة فريال. ما أحلى الكلام، وما أحلى التكريم، وما أحلى يعني كل حاجة لكل رياضي. خلي بالكوا الرياضي لما بيتكرم مش بنكرم رياضي واحد، ده لكل الرياضيين. وكمان إن سيادة الرئيس يقول إن إحنا هنحط أسماء الأبطال على الشوارع أو الكباري أو المنشآت، في أحلى من كده إيه؟ في أحلى من كده إيه بجد؟ دي رسالة لشبابنا، لكل مصر، لكل ولادنا الصغيرين، نتعب ونجتهد والإرادة المصرية علشان نعدي ونجيب ميداليات لمصر ونفرح شعب مصر ونفرح ال 110 مليون. هو ده المستقبل اللي احنا عايزينه، وعايزين ولادنا كلهم يكونوا بينظروا النهارده على الست ميداليات دول اللي انا لازم احقق، لازم اكون زيهم، لان مصر دايما ولاده بكل ابطالها وبكل شبابها ونجومها. جماهيرنا في الفرحه حاجه جميله جدا، هم احلى حاجه، بتحس بالسعاده والبهجه. المكسب بره مصر غير جوه مصر. ليه؟ بره مصر بيكون اللغه مختلفه والحياه مختلفه، لكن الفرحه المصريه بتكون فرحه حلوه قوي. تعالوا نشوف الفرحه المصريه ونشوف الشعب المصري رايه ايه في الست ميداليات.